أهل الذلايل وجهوا الأبصار صب البشاير والوعد مخبور البراقي رفرف على المضمار وجايزة باسم الذي مشهور الشيخ خالد وافي الأشبار بيت على أساس الوفا معمور كل عام واسماء يلفت الأنظار خالد بن الدير أبو منصور داعم يا دين الركض بصرار كريم نفس وطيبته دستور شاره بها من خيرة البكار نقوى لصايل طربة الجمهور حب الهجن لف النفوس كبار تعظيمه في كتابه المذكور راح الهميم الهايم المختار والعافية للخاطر المكسور يا توك قلبي عقوي جبار شقرة وبارها كأنه البلور لا روحت مثل الفهد لا سار والجوع لاعب في ضلوع الدور في جفها يتكون الإعصار يا كمتي من قبلها منحور جيناتها تأخذ من المهار من دم جود الفن ومن ميسور حماتها في آخر الأمتار حمات حر شاف المذخور حماتها في آخر الأمتار حمات حر شاف المذخور توصل وحدها ما تلوف غبار قايد وخلف باقي الطابور بشارة البرق لها تذكار الرمز جاهز والاسم محصور بشارة البرق لها تذكار الرمز جاهز والاسم محصور يا أهل الذلايل وجهوا الأبصار صب البشاير والوعد مخبور البراقي رفرف على المضمار وجايزة باسم الذي مشهور الشيخ خالد وافي الأشبار بيت على أساس الوفا معمور كل عام واسماء يلفت الأنظار خالد بن الدير أبو منصور داعم يا دين الركض بصرار كريم نفس وطيبته دستور شاره بها من خيرة البكار نقوى لصايل طربة الجمهور حب الهجن لف النفوس كبار تعظيمه في كتابه المذكور روح الهميم الهايم المختار والعافية للخاطر المكسور يا توك قلبي عقوي جبار شقرة وبارها كأنه البلور لا روحت مثل الفهد لا سار والجوع لاعب في ضلوع الدور في جفها يتكون الإعصار يا كمتي من قبلها منحور جيناتها تأخذ من المهار من دم جود الفن ومن ميسور حماتها في آخر الأمتار حمات حر شاف المذخور حماتها في آخر الأمتار حمات حر شاف المذخور توصل وحدها ما تلوف غبار قايد وخلف باقي الطابور بشارة البرق لها تذكار الرمز جاهز والاسم محصور بشارة البرق لها تذكار